طبعا كأس العالم لسه مستمر، بكرة هينطلق دور الثمانية على مدار يومين لتحديد الأربعة الكبار. نتكلم طبعا رقميا وإحصائيا عن كأس العالم حتى الآن مع عبد العزيز أبو حمر الناقد الرياضي اللي طبعا موجود معانا من قطر. صباح الخير عليك يا عبد العزيز. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمال، وصباح الخير على كل مصر. يا أهلا بيك. إحنا دلوقتي بنتكلم بلغة الأرقام والإحصائيات عن كأس العالم من البداية، هل عندنا حصر مثلا بعدد المشاهدين اللي حضروا أو المشجعين اللي حضروا مباريات كأس العالم في دور المجموعات أو دور 16؟ أولا صباح الخير مرة ثانية على كل مشاهدينا في برنامج صباح الخير يا مصر، وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم. طبعا احنا شفنا أو تابعنا كلنا لحد اللحظة 56 مباراة انتهت من مباراة كأس العالم قطر 2022، وعددها إن شاء الله بيكون 64 مباراة، والكل لاحظ إنه فيه زخم جماهيري أو حضور جماهيري كبير أو لافت. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر بيان أمس بأنه دور المجموعات في مونديال قطر 2022 كان الأفضل، وإحنا هنوضح لمشاهدينا في برنامجكم ليه دور المجموعات في مونديال قطر هو الأفضل على مستوى تاريخ على مدار تاريخ كأس العالم منذ يعني 1930. بالنسبة للحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري أنا عايز أقول لحضرتك إنه في دور المجموعات بالأرقام وصل ل في مونديال قطر ل 2,457,059 متفرج، والرقم ده ليه مغزى كبير جدا. احنا عارفين طبعا انه اعلى مونديال شهد مباريات في تاريخ كاس العالم هو مونديال امريكا 1994، رغم انه اسف على اللفظ كان اتعس مونديال من ناحيه الكرويه من ناحيه كره القدم، لكنه المونديال حتى اللحظه هو اعلى مونديال شهد مباريات. الرقم اللي بقول لحضرتك عليه ده اللي هو في دور المجموعات وعدد المباريات في دور المجموعات 48 مباراه، تخطى رقم دور المجموعات في مونديال امريكا 1994، وايضا تخطى رقم دور المجموعات في مونديال روسيا 2018 اللي بلغ الرقم ده 2,178,894. فبالتالي احنا شايفين ان في زياده كبيره جدا في زخم، خلينا نقول لجماهيري في مونديال قطر. مونديال قطر في هذه اللحظه الان بعد 56 مباراه بلغ عدد الجمهور اللي حضر الفعلي 2,868,668 متفرج، والعدد ده هو اللي بعد 56 مباراة، وبيجعل مونديال قطر في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها بعد مرور 56 مباراة هو سادس أعلى منتخب في تاريخ كأس العالم يشهد حضور جماهير. طيب ليه حضرتك شايف ان هو هذا الزخم الجماهيري، ليه هذه النسخة شهدت هذا الكم من المتفرجين؟ أنا أقول لحضرتك طبعا أنه كأس العالم هو أول بطولة، أول نسخة تقام في منطقة الشرق الأوسط، وأول نسخة طبعا تقام في بلد عربي بصفة عامة. بالنسبة لي أنا كنت متفائل جدا لأنه الشواهد كانت موجودة من قبل كأس العالم مثلا بشهر أو بشهرين. إيه هي كانت الشواهد؟ الشواهد طبعا كانت في إعلانات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمدى الإقبال على التذاكر. احنا كلنا شفنا انه الفيفا كان بيصدر بيانات، طبعا المسؤول عن التذاكر بالدرجة الاولى هو الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان بيصدر بيانات بالاقبال او بحجم الاقبال على التذاكر، وبالتالي ده كان طبيعي جدا في ظل انه المونديال قريب من خاصة من البلاد العربية. هنا في قطر في جالية كبيرة جدا، المنتخب السعودي وصل للنهائيات، طبعا كنا نتمنى تواجد المنتخب المصري، وان كان طبعاً المنتخب التواجد المصري كان لافت في المباراه الافتتاحيه للبطوله بتشريف هذه البطوله من قبل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي يعني ده ادانا احنا كمصريين متواجدين من فتره طويله الحقيقه في دوله قطر، وكل المتواجدين في دوله قطر ودى للبطوله نفسها. انا من وجهه نظري وبدون مبالغه زخم كبير جدا فيما يتعلق بالتواجد والحضور العربي ويعني والافتتاح النموذجي للبطوله. في الحقيقه الاقبال كبير جدا ولا زال شفنا مثلا مباراه زي مباراه السعوديه والمكسيك، انا رحت المباراه متاخر يومها شويه،
المباراة كانت في استاد بوسيل اللي هو بيتسع ل 80,000 متفرج. المباراة كان حضارها 88,103، وانا داخل الملعب كان 10,000 متفرج موجودين بدون مبالغة سعودي كانوا يعني ما عندهمش تذاكر عشان يخشوا المباراة. نعم هناك إقبال كبير، وهذا الإقبال تزامن مع حاجة مهمة جدا يا الأخت دمانة، انه في كرة قدم حقيقية وفي أجواء كرة قدم حقيقية. صحيح أنه مونديال قطر لم يخرج بخلينا نقول بريك ثرو، اختراقات من الناحية التكتيكية أو من الناحية الفنية، أنه في نظريات كروية أو تكتيكات كروية جديدة ظهرت، لا الحقيقة ده مش موجود. ولكن على مستوى المنافسة، على مستوى جودة كرة القدم، كان في كرة قدم مرتفعة في المستوى ده. مش رأيي أنا بس، ده رأيي أنا، أنا شايف كده أنا كمان لأن حضرت معظم المباريات، لكن ده رأيي كمان اللجنة الفنية اللي بترأسها أرسن فينجر، اللي هم بيدرسوا دلوقتي وضع كرة القدم، لأنه في نهاية المطاف كل التنظيم وكل الإيفنتس، الفعاليات المصاحبة والأفراح والحاجات اللي بنشوفها، الفعاليات المصاحبة اللي بنشوفها في 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 كأس العالم هنا في قطر، أو شفناها قبل كده في روسيا، أنا كنت في روسيا وقبلها في البرازيل، كل دي أشياء مصاحبة. لكن الأهم من كل ده، ما هي الكواليتي، الجودة بتاعت كرة القدم اللي موجودة فعليا في هذا المونديال؟ جودة كرة القدم في مونديال قطر كانت عالية جدا. صحيح، يمكن حتى حسب تصريح إنفانتينو إن هو حاضر كمان كل المباريات، ودي كان صعب جدا تحصل لانه كان بيبقى في بعد في المسافات ما بين الاستادات، فكانت صعبه جدا تحصل حتى في وقت المباريات اللي كان بيبقى بتتلعب في نفس الوقت، كان بيحضر شوط هنا وشوط هنا. فيمكن كمان النسخه دي صحيح فيها مفاجات كتير جدا، الارقام والمنتخبات، منتخبات كبيره خرجت ومنتخبات اخرى صعدت، ففيها فعلا مفاجات كتير يا فندم. صحيح، وده كان تصريح يعني نقدر نقول تصريح ممنهج منه. احنا طبعا مثلا لما رحنا روسيا كأس العالم في روسيا، لما رحنا ورا منتخبنا منتخب مصر مثلا، منتخب مصر كان بيلعب في احد مباراته في سانت بطرسبرغ، طبعا ركبنا طيارة من موسكو وما الى ذلك من الانتقال وكل هذه. هنا في مونديال قطر هم بيسموه كومباكت وورلد كاب، يعني مونديال متقارب المسافة، نقدر نقول انه فعلا لما يكون في اربع مباريات في اليوم بدون مبالغة تستطيع بجهد ما انه تحضر نتيجة قرب المسافات. استاذ عبد العزيز، طبعا هنتكلم مع حضرتك وهنحتاج طبعا ناخد راي حضرتك وتعليقك على مباريات الغد، هتكون مباريات مهمة جدا، واعتقد ان هي تكون مباريات قوية بكل تأكيد. لكن لما نيجي نتكلم عن مثلا معدل التهديف، واحنا بنتكلم عن الارقام والاحصائيات، ايه راي حضرتك لمعدل التهديف في هذه البطوله؟ هل هو الاكبر في تاريخ كاس العالم؟ احنا شفنا نتائج بتخلص بستة ونتائج سبعة. لا الحقيقه هو مش الاكبر في كاس العالم، لانه احنا عارفين استاذ محمد انه من بدايات كاس العالم كانت البطوله ما دخلتش في الاجواء. يعني على سبيل المثال مثلا مونديال 1934، مونديال 1934 اللي هو شهد عدد قليل من المباريات، 17 مباراة تقريبا، كان معدل التهديف فيه 4.1، 4.1 من 10 هدف، وده معدل كبير جدا. احنا دلوقتي بنتكلم في مونديال قطر احنا واصلين 2.6، يعني هدفين وستة من عشرة في كل مباراة، ونفس بالمناسبة هو نفس المعدل التهديفي بتاع مونديال روسيا. هنا ايه الموضوع؟ انه كرة القدم طبعا تغيرت من في العشرين سنة اللي فاتوا، وانت عارف دخلت تكتيكات جديدة وتكتيكات دفاعية، فخلت كرة القدم في نتائج كبيرة في مونديال قطر، ولكن معدل التهديف هو حتى اللحظة معدل معقول جدا مقارنة مثلا مع العشرين سنة أو 30 سنة اللي فاتوا، وهو 2.6، هدفين وستة من عشرة هدف في كل مباراة. لكن اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه أو الإحصائية اللافتة جدا هنا، إحنا قلنا ان مر 56 مباراه، ال 56 مباراه دول 50% منهم اللافت بقى محمد انت بتاع كوره، ويعني حاجه غريبه جدا انه 28 مباراه من ال 56 مباراه انتهت شوطها الاول بالتعادل السلبي. طيب انتهت بالتعادل السلبي، ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ اللي حصل في الشوط الثاني انه كان هناك اثاره كبيره جدا، بدليل انه اكبر
انت عارف انه الاحصائيين بيقسموا فترات المباراه لست فترات، من دقيقه ل 15 ومن 15 ل 30 ومن 30 ل 45 وبعدين من 45 ل 60 ومن 60 ل 75 ومن 75 ل 90 اللي هو نهايه المباراه. اكبر عدد من الاهداف اتسجل في مونديال قطر كان في الربع السادس، الربع الاخير، وبالتالي هنا بيبين لك معدل الاثاره ومعدل انه يعني وكيف كانت المباريات مثيره جدا. ودي تحسب للمدربين يا فندم، ودي تحسب للمدربين، برافو. وبالتالي لو شفنا احنا احصائيه كبيره جدا، يعني مر 56 مباراه 50% منهم من المباريات ديت انتهى الشوط الاول بسته، طب بالتعادل السلبي. لو احنا عايزين نعرف قيمه الرقم ده نبص مثلا لمونديال روسيا 2018. مونديال روسيا بالكامل ال 64 مباراه انتهى منه 24 مباراه، سوري 19 مباراه بالتعادل، الشوط الاول بالتعادل السلبي ال 64 مباراه. بالتالي هنا يبين لك ايضا مدى الاثاره وشغل المدربين اللي صحيح. طيب في نفس السياق برضه يا فندم، يعني واحنا بنتكلم عن التعادل السلبي، يعني تعادل المغرب واسبانيا في الوقت الاصلي سلبيا زي ما حضرتك قلت هو السابع هذا المونديال. مقارنة هذا الرقم بالبطولات السابقة، لو هنتكلم عن منتخب كمان المغرب وإسبانيا، وعايزة أعرف من حضرتك برضو حظوظ المغرب إيه، خاصة إن هو يعني دفاعيا هو الأقوى حاليا في البطولة. بالنسبة للرقم سبعة ده، أنا عايز أقول لحضرتكم يعني ولتسمحوا لي إن أقول لكم رقم حصري جدا عن مونديال قطر. الآن تعادل المغرب مع اسبانيا كان التعادل السلبي السابع في هذا المونديال. لكن ماذا يعني التعادل السلبي السابع؟ الحقيقه انه الرقم القياسي في عدد التعادلات السلبيه في مونديال في نسخه واحده من المونديال هو سبع تعادلات. اذا مونديال قطر في اللحظه دي عادل الارقام اللي هي حصلت قبل كده ثلاث مرات، وهقول لحضراتكم حصلت فين. حصلت في 2010، وحصلت في 2010 في جنوب افريقيا، وحصلت في 2014 في مونديال البرازيل، وحصلت في مونديال اسبانيا 1982. اذا احنا بنقول للمشاهد بكل بساطه انه الثلاث مونديالات دول حصل فيهم سبع تعادلات سلبيه، وده الرقم القياسي. احنا دلوقتي مر في مونديال قطر 56 مباراه ووصلنا للرقم سبعة، بما معناه انه لو حصل اي تعادل سلبي في الست مباريات الموجودين هيبقى في رقم قياسي يعني منفرد. احنا دلوقتي وصلنا للرقم القياسي. نرجع لسؤال حضرتك ما يتعلق بمنتخب سريعا يا استاذ عبد العزيز عشان ناخد راي حضرتك في باقي المباريات بالنسبه للمغرب والبرتغال. منتخب المغرب طبعا زي ما انتم قلتوا ان هو عنده اقوى خط دفاع، لم يتلقى اي هدف، هدف واحد وكان هدف ذاتي. الحقيقه ان منتخب المغرب بيعتمد استراتيجيه تكتيكيه عاليه جدا بتتمثل في الضغط من الامام وغلق المساحات في وسط الملعب والدفاع المحكم، وعنده عناصر تساعد المدرب وليد الركراكي على القيام بذلك. عظيم. انجلترا وفرنسا مين يفوز؟ انجلترا وفرنسا، انا الحقيقه احد الماتشات كنت قريب منها جدا، من انت عارف المنصات الاعلاميه بتبقى فوق شويه. احد الماتشات كنت مع حد وكنا قريبين جدا، كان ماتش انجلترا ويلز. منتخب انجلترا وانا حضرت احد المؤتمرات الصحفيه بتاعته بقياده طبعا المدرب جارث ساوث جيت، منتخب قوي جدا، واصبح زي ما قال لي جيري كوكس هذا صحفي انجليزي صديقي، هم فعلا بقوا سمارت، بقى فريق يعني ماهر جدا فيما يتعلق، خاصه فيما يتعلق بالدفاعات. انا شايف ان دي هتبقى مباراه بدنيه قويه جدا، ولكن رغم ذلك انا اميل لفرنسا ربما لاسباب ثانيه غير كره القدم. طيب سريعا جدا، برازيل وكرواتيا مين يفوز؟ البرازيل وكرواتيا طبعا التاريخ بيقول لنا انه البرازيل يعني برازيل منتخب قوي جدا ومتكامل دفاعيا وهجوميا. احنا عارفين ان برازيل وكرواتيا قبل كده اتقابلوا مرتين، والمرتين دول فازت فيهم البرازيل، وانا اعتقد ان المره الثالثه في مواجهات كاس العالم لن تكون استثناء، وستتقدم البرازيل الى نصف النهائي. هولندا وارجنتين؟ هولندا وارجنتين لها قصه. هولندا وارجنتين النهارده هم لعبوا خمس مرات مع بعض.
الحقيقه. وكانت طبعا احنا عارفين ان هولندا من القوى الكرويه التقليديه، يعني هولندا في نهايه المطاف فازت مرتين والارجنتين فازت مره، ده في الانتصارات الصريحه. يعني توقعات حضرتك ايه يا استاذ عبد العزيز سريعا جدا؟ انا اتوقع ان ان ان, إن الارجنتين ستتقدم الى ايضا الى نصف النهائي. كل شكر ليك طبعا استاذ عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي من قطر، شكرا جزيلا ليك.